نروح لأستاذ محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بحضرتك، وإزاي بترصد على المستوى الدولي تغيير سمعة مدينة العلمين وحالة الإبهار الشديدة اللي حاصلة لكل زوار المدينة من العرب ومن كمان الأجانب، وده إزاي بينعكس على السعة الفندقية للمدينة، وإزاي بتقارن السعة الفندقية للمدينة السنة دي بالسنة اللي فاتت، والتطور المرجو كمان، وعايزين نوصل لسعة فندقية قد إيه، لأنه دايما طول الوقت يمكن اللي بيتقال إن الناس بتدور فيما يخص الأوتيلات، يعني على حجز في الأوتيلات، وبتكون كاملة العدد لحد نهاية شهر 8 وكمان نص 9. خير يا فندم. طبعا اولا مدينه العلمين اصبحت ترند اقليمي وطبعا محلي بصفه خاصه واقليمي بصفه عامه. وبالنسبه للشكل الدولي، فهو الشكل الدولي بادئ من العام الماضي بالتوجه لهذه الجنسيات اجنبيه، بس الصينيه مثل كازاخستاني مثل بعض المدن الاوروبيه زي طلاينا زي اليونانيين ابارسا، كلنا النهارده شغال على منطقه العلمين من السنه اللي فاتت. حقيقه بالنسبه للناحيه العربيه، الساحه العربيه حصل لها بومينج اعتبارا من عيد الاضحى الماضي على مدينه العلمين، وزادت معدلاته جدا مع بدايه مهرجان العلمين. طبعا الجنسيه الرئيسيه اللي ماليه فنادقنا في الساحل هي طبعا الجنسيه السعوديه والكويتيه والاماراتيه، هم دول اغلب ثلاث جنسيات موجودين حاليا في الساحل، بالاضافه طبعا او في العلمين بشكل اكثر تحديدا. بالاضافه لذلك طبعا ننزل السعر الفندقيه، احنا تم فتح اكثر من حوالي 15 اوتيل في الفتره من العام الماضي لهذا العام، وطبعا الحمد لله نسب اشغالهم متميزه جدا توصل ل 100%، ومنتظرين العديد من المشروعات اللي معلن عنها حاليا والتي على وشك الافتتاح ان شاء الله قريبا. والتوسعات طبعا ماشيه مش منطقه العلمين بس، ماشيه منطقه العلمين بالكامل لغايه راس الحكمه. جميع كل هذه المنطقه النهارده اصبحت منطقه دوليه، ترند دولي، الطلب عليها بشكل مختلف. سحبت السجاده من العديد من المقاصد السياحيه في المناطق الاقليميه، زودت العدد السائحين، خطوط الطيران الدوليه النهارده اصبحت مباشره لمطار العلمين، مصر الطيران بتطير رحلتين اسبوعيا ده محلي من مطار القاهره الدولي. كل هذه التغييرات وكل هذه التوسعات لن تتم الا اذا كان في طلب، والحمد لله نسبه الطلب عاليه جدا، لأن الخدمة الفندقية خدمة متميزة، خدمة المطاعم والترفيه خدمة متميزة جدا، بتخلي السائح اللي بيقدر يدي 24 ساعة بيشوف كل حاجة كل يوم كل دقيقة كل ساعة حاجة جديدة، سواء ثقافية رياضية فنية. كل هذه المقومات ادت المدينة شكل خاص، بالتالي إن شاء الله بننتظر أرقام مميزة هذا العام والأعوام القادمة بإذن الله. ازاي مهرجان بحجم العالم عالمين بيساعدكم كصناع في غرفه السياحه للترويج دوليا لهذه المدينه والمنافسه دوليا مع مثيرتها على البحر المتوسط، ولو ان الحقيقه المدينه هنا بمقاومتها ما فيش ليها مثيل على ساحل البحر المتوسط؟ احنا كان عندنا طلبات قطاع سياحه متعدده وذكرناها اكثر من مره، والحمد لله الدوله استجابت ان احنا عايزين نحط كالندر ايفنتس او نحط اجنده احداث متعددة في المدن السياحية المصرية والمقاصد السياحية المصرية، وابتلى هذا المشروع فعلا في العلمين. النهارده لو بصينا على الساحل الابيض المتوسط هتلاقي عندك مهرجان كان السينمائي، هتلاقي عندك مهرجان اسطنبول، هتلاقي عندك مهرجانات جنوب ايطاليا، كل المهرجانات دي النهارده مهرجانات سياحية فنية ثقافية تسويقية بتبقى على مستوى ساحل البحر الابيض المتوسط. النهارده لا، العلمين دخلت بوزنها، النهارده موجود المهرجان، موجود مهرجان فني ثقافي رياضي ثقافي موجود في هذه المدينه، حطها على كالندر الايفنتس العالميه او كالندر الاحداث العالميه، وبالتالي بدا يحصل عمليه جذب سياحي. ده طبعا ان احنا احدث مدينه، زائد ان احنا طبعا عندنا طبيعه مش موجوده اصلا حتى على الدول على ساحل البحر المتوسط، بالنسبه لنوعيه المياه اللي موجوده قصادنا، بالنسبه لنوعيه المناخ، بالنسبه لنوعيه الرمال، كل الكلام ده النهارده معظم اللي احنا بنتكلم عنهم دول كانهم صخور على شواطئهم. احنا عندنا ساحل رملي متميز جدا جدا جدا، عمق الميه في الجزء الاولاني مش عالي، طبعا انا مش خبير في البيئه، ولكن من مما نسمع المميزات البيئيه اللي موجوده عندنا مميزات مش موجوده في اي سواحل البحر الابيض المتوسط الثانيه. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد فاروق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.